السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منتصف والليل بتوقيت الجزائر، أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يجري حركة في سلك الولاة والولاة المنتدبين. رئيس الجمهورية يستقبل وفدا برلمانيا عن الجمعية البرلمانية لمنظمة حلف الشمال الأطلسية. فرنسا تلاحق من قبل شياطينها، مقال إخباري لجريدة لوسوار دالجيرية يكشف حنين فرنسا لماضيها الاستعمارية بمواقف تتجاوز الشرعية الدولية وعدالة القضية الصحراوية. ونظام المخزن متبجح بدفاعه عن إفريقيا يعامل الأفارقة بوحشية يهين الإنسانية قبل الإنسان. ضمن جهود ترقية وتطوير المنظومة الصحية، إنشاء خلية يقظة من أجل تفادي التذبذب في توفير الأدوية. ومركز مكافحة السرطان بأضرار مكسب طبي متخصص يوفر خدمات متكاملة بأجهزة متطورة. وفي فلسطين المحتلة، تلفزيون الجزائري يوثق عمليات انتشال الشهداء من تحت الأنقاض في ظل انعدام فرق الدفاع المدني الفلسطيني. أهلا بكم مجددا. بداية وكما جاء في العناوين، أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أجرى حركة جزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين وفق لأحكام المادة 92 من الدستور، وبهذا تم إنهاء مهام كل من السيدة والسادة الولاة الآتية أسماؤهم: عيسى عيسات بصفته واليا لأم البواقي، عمار بن علي بن سعد بصفته واليا للجلفة، حورية مداحي بصفتها واليا لسكيكدا لاستدعائها لشغل مهام أخرى، فريد محمدي بصفته واليا لمعسكر، يوسف محيوت بصفته واليا لخنشلة، مصطفى أغامير بصفته واليا لبرج باجي مختار. كما تم تحويل السادة الولاة ذات الصفة كما يلي: علي بوغرة من ولاية تيارت إلى ولاية أضرار، بن عبد الله شايب الدور من ولاية جانت إلى ولاية أم البواقي، أحمد بالحداد من ولاية إليزي إلى ولاية تبسة، سعيد خليل من ولاية تبسة إلى ولاية تيارت، أبو بكر الصديق بوستة من ولاية تيباسا إلى ولاية تيزي وزو، جهيد موس من ولاية المدية إلى ولاية الجلفة، سعيد أخروف من ولاية الوادي إلى ولاية سكيكدا، جلالي دومي من ولاية تيزي وزو إلى ولاية المدية، العربي بهلول من ولاية أضرار إلى ولاية الوادي، محمد مومن من ولاية عين تموشنت إلى ولاية جانت. وتم تعيين كل من السادة: فؤاد عيسي واليا لمعسكر، أحسن خالدي واليا لإليزية، سليم حريزي واليا لخنشلة، علي مولاي واليا لتيبازا، مبروك ولد عبد النبي واليا لعين تموشنت، محفوظ بن فليس واليا لبرج باجي مختار. من جهة أخرى، تم إنهاء مهام كل من السيدة والسيد الوليين المنتدبين الآتية أسماؤهما: وسيلة بوشاشي الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لذراع الريش بولاية عنابة، عبد الرحمن رحماني الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس بولاية الجزائر لاستدعائه لشغل مهام أخرى. كما تم تحويل السيدة خديجة صيفي الوالي المنتدى للمقاطعة الإدارية لعلي بن جلي بولاية قسنطينة بذات الصفة إلى المقاطعة الإدارية لزيرالدا بولاية الجزائر. وتم أيضا تعيين السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم الولاة منتدبين: صادق حجار بالمقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس بولاية الجزائر، بوزيد نور السادات بالمقاطعة الإدارية لدراع الريش بولاية عنابة، عمرو مشيش بالمقاطعة الإدارية لعلي منجلي بولاية قسنطينة.
استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني وفدا برلمانيا عن الجمعية البرلمانية لمنظمة حلف الشمال الأطلسية. اللقاء جرى بحضور رئيس مجلس الأمة صالح جوجيل، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام، ورئيس لجنة الدفاع الوطني بمجلس الأمة عيسى نيلي. وعقب الاستقبال أكد فرناندو غوتيريز عن الوفد البرلماني المشترك للجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسية أن الجزائر عضو فعال في استتباب الأمن بالمنطقة. لقد سررنا وتشرفنا كثيرا باستقبالنا من قبل رئيس الجمهورية اليوم في زيارتنا للجزائر. نحن ممثلون للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي التي تتكون من 30 برلمانيا من 13 دولة عضو في حلف شمال الأطلسي. لقد تبادلنا العديد من الآراء مع زملائنا من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وقد تبادلنا وجهات النظر حول العديد من القضايا منها الأمن، الهجرة، ظاهرة الإرهاب والطاقة، إلى جانب ملفات أخرى. نحن مقتنعون أن أمن بلداننا في شمال البحر الأبيض المتوسط مرتبط بأمن بلدان الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط كما نسميه نحن. الجزائر عضو فعال في استتباب الأمن بالمنطقة، وقد تطرقنا مع رئيس الجمهورية حول هذه المسألة، لا سيما الحدود الجزائرية الممتدة التي تتولى الجزائر حمايتها والدفاع عنها، كما تناول ملفات أخرى. نحن سعداء وممتنون للسيد رئيس الجمهورية الذي منحنا فرصة استقبالنا اليوم. شكرا جزيلا. وفد المجموعة الخاصة بالمتوسط والشرق الأوسط واللجنة الديمقراطية والأمن واللجنة الفرعية للمرونة والأمن المدنية التابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسية استقبل أيضا من قبل رئيس مجلس الأمة صالح جوجيل. وشكل اللقاء سانحة لتبادل وجهات النظر حول أبرز الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تخص منطقة المتوسط وسبل تعزيز التعاون البرلماني الإقليمي. جوجيل ثمن مبادرات التعاون والتنسيق التي تقوم بها المنظمات البرلمانية المعنية بمنطقة المتوسط، ودعا إلى ترقيتها بما يخدم شعوب المنطقة وإلى تغليب مصالح الشعوب المستضعفة وإعادة الاعتبار للقوانين الدولية. كما استقبل إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني وفدا برلمانيا مشتركا يضم أعضاء من الجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسية. وخلال اللقاء تم التطرق إلى العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الهيئتين ومسائل تتعلق بالراهن الدولي، لا سيما الوضع السياسي والبيئي في منطقة البحر الأبيض المتوسط على غرار تصفية الاستعمار ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وكذا التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية في منطقة الساحل الإفريقي والتغيير المناخي. وأكد بوغالي أن الزيارة تأتي والجزائر تواصل تحقيق منجزات عديدة في مجالات مختلفة وتستمر في تعميقها مع بدايات العهد الرئاسي التابعة أو الثانية عفوا للسيد عبد المجيد تبون. كما استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف وفدا عن المجموعة الخاصة بالمتوسط والشرق الأوسط ولجنة الديمقراطية والأمن واللجنة الفرعية للمرونة والأمن المدني التابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسية. وشكل اللقاء فرصة لبحث سبل تعزيز علاقات الحوار والتعاون بين الجزائر ومنظمة حلف الشمال الأطلسية، لا سيما فيما يتعلق بمواجهة التحديات المشتركة بحوض البحر الأبيض المتوسط.
من جانبه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد استقبل وفدا عن المجموعة الخاصة بالمتوسط والشرق الأوسط ولجنة الديمقراطية والأمن واللجنة الفرعية للمرونة والأمن المدنية التابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسية. وبالمناسبة جدد إبراهيم مراد التأكيد على استعداد الجزائر الدائم للتنسيق والمساهمة الفعالة ضمن مختلف الآليات الجهوية والدولية بصفة تسمح بمجابهة مثلى للتهديدات المشتركة، لا سيما ما تعلق بمكافحة شبكات الاتجار بالمخدرات والتي تشهد الجزائر استفحالها بفعل مخططات مبيتة، فضلا على التهريب والهجرة غير الشرعية دون إغفال العمل المشترك لتحسين منظومة التصدي لمخاطر الكوارث في إطار ما يشهد العالم من تغيرات مناخية. كشف مقال لجريدة لسوار الجزائرية تحت عنوان فرنسا تلاحق من قبل شياطينها الاستعماريين، كشف أن فرنسا الكولونيالية لم تفهم بعد دروس التاريخ بحنينها المفضوح للماضي الاستعماري، وهي متبجحة دوما بشعارات الحرية واحترام حقوق الإنسان، شعارات سقطت في مستنقع نظام المخزن بإدعائها زورا بهتانا أحقية من لا يملك فيما لا يملك. أحمد خير الدين. فرنسا تلاحق من قبل شياطينها الاستعماريين، هكذا عنونت جريدة لوسواغ دالجيري صفحتها الأولى، ويبدو أن راهن اليوم يتغذى بالكولونيالية المقيتة التي تستهزئ بالشرعية الدولية عند محاولة إعطاء من لا يملك لمن لا يستحق. ذلك هو الدافع الاستعماري المحض الذي تنتهك فيه كافة قرارات الأمم المتحدة ويهاجم فيه مجلس الأمن، والعجيب في الأمر أن فرنسا أحد الأعضاء الدائمين فيه. جريدة لوسواغ دالجيري وضعت النقاط على الحروف، فكل من يساير ملك المغرب بالدوس على الشرعية الدولية وكل المواثيق هو من صنف واحد ينتمي إلى المستعمرين، والملك المنهك يتوهم ملكية أراضي شعب كامل بطريقة غير أخلاقية. اثنان من المستعمرين، السيد وتلميذه، تقول جريدة لوسواغ دالجيري، يحاولان إعادة النظام الاستعماري في القرن التاسع عشر بكل فظائعه ومظالمه. يدرك الجميع أن فرنسا الاستعمارية دعمت دائما ورغم كل الصعاب استعمار المغرب للصحراء الغربية منذ عام 1975. يتساءل كاتب المقال، لماذا إذن هذه المظاهر اللا أخلاقية من الذي فشل في كل شيء؟ لقد فشل اقتصاديا وسياسيا ودبلوماسيا، الأمر الذي جعل من فرنسا بلدا لا يمكن السيطرة عليه. هنا يضيف كاتب المقال في لوسواغ دالجيري، يجب على الجنرال دوغول أن يتقلب في قبره وهو يرى جمهوريته التي بدأت بإنهاء الاستعمار وانتهت بشكل بائس بإعادة الاستعمار في صورة لا أخلاقية. لن يتوقف الشعب الصحراوي السيد على أرضه عن لعنة أولئك الذين يريدون حرمانه من وطنه لأسباب تجارية ووهمية، والويل لكل أولئك الذين اختاروا أن تكون وجهتهم النهائية مزبلة التاريخ، يختم صاحب المقال. ونظام المخزن المتبجح بدفاعه عن إفريقيا يعامل الأفارقة بوحشية تهين الإنسانية قبل الإنسان. التفاصيل في تقرير آية دحو. تمييز، عنصرية وعنف يومي، صور مأساوية ومشاهد صادمة ووحشية تكشف انتهاكات المخزن وجرائمه البشعة في حق اللاجئين والمهاجرين الأفارقة في خرق سافر لكل المواثيق الدولية. فهربا من الاضطرابات السياسية والنزاعات الأهلية، يسافر هؤلاء المهاجرون مشيا على الأقدام في رحلة بحث عن الحياة تنتهي بالموت على أرض بلد لطالما تغنى بشعارات الدفاع عن إفريقيا، إلا أنه ينتهك الالتزامات الدولية التي صادق هو بنفسه عليها.
فماذا تبقى بعد من شعارات حقوق الإنسان بعد تسجيل عدة جرائم مأساوية ضد المهاجرين الأفارقة العزل الذين أصبحوا يرون أن الموت أفضل في بلدانهم من مواجهة عبوات الغاز المسيل للدموع في أماكن مغلقة ومصادرة حقهم في الحياة بسبب الجوع والمرض والبرد وحتى التعذيب؟ جريمة بعد جريمة، وكل جريمة أبشع من الأخرى، يوثقها التاريخ البائس للمغرب وتوثقها تقارير إعلامية مغربية ليشهد شاهد من أهلها. تقرير صحفي لموقع إلكتروني مغربي يكشف أن حوادث مقتل عشرات المهاجرين الأفارقة على يد قوات القمع المخزنية على الحدود المغربية الإسبانية كان أمرا مدروسا، وأن بصمة المغرب فيه كانت واضحة، مضيفا أن نظام المخزن يسعى لدفن الجثث دون تشريح لطمس الحقيقة. فأي جريمة أبشع من هذه تقترف في حق الإنسانية؟ تنموين ضمن جهود ترقية وتطوير المنظومة الصحية إنشاء خلية يقظة تتولى تسيير قضية رقمية تابعة للصيدلية المركزية للمستشفيات من أجل تفادي التذبذب في توفير الأدوية، جهود تضاف إلى إنجاز هياكل صحية جديدة بالعاصمة. سهام الزوق. التكفل بصحة المواطن وتقديم خدمة ترقى إلى طموحاته رهان تراهن عليه الدولة. العيادة المتعددة الخدمات بالدار البيضاء التابعة للمؤسسة الجوارية درقانة انتهجت منظومة صحية رقمية. هذا سما سيستم اللي نمشوا به لسيرفيس كامل، هذا هو اللي نتحكموا به لسيرفيس كامل. يجي المريض ندوموندو منه لاكارت ناسيونال أول حاجة، نشوفوا مع المريض وش يحتاج ونوجهوه للدولون سينيما تاعو ونوجهوه. ديكت هما اللي عندهم سجلوني في الميكرو الاسم واللقب ومنايا، عطوني التيكي ومستنيت بزاف وجوزوني ديكت عند الطبيب. شغل ماشي زعما كيما لي سونتر الاخرين تستناي، وهنايا هنا جوزي ديكت وبالميكرو جوزي ديكت تشوفي النيميرو تاعك وتجوزي. دونتيست جبت معايا المدام دونتيست، نجوز الصباح هنايا نماركي عندها تعطي لي جيتو نيميرو 4 ولا 5، ومن بعد نزيد نجي لعند الدونتيست هنايا يعطي لي نيميرو واحد اخر ثاني، ومن بعد نبقى نستنى حتى نجي دالتي وندخل لداخل. وحاجه مليحه ثانيك سكي لو بلوز امبورطون سي كو لو سكي سا با انكور بلو فيت، تسهل العمليه. علاش؟ باسكو باغ اكزومبل لو ميدسان كي يبعث بور اون راديو يبعث ديريكتومون لو راديولوك داكور، يخرج له في الميكرو تاعو لو مالاد يروح ديريكت لعندو يعاود يبعث له لا ريبونس ديريكتومون سور ميكرو. كما تعززت بلدية الدار البيضاء بعيادة خاصة للأمراض النفسية تحوز على آخر التقنيات على مستوى شمال إفريقيا، منها نظام الدي تي ام اس وار تي ام اس. في عيادتنا لدينا آليات جد متطورة مثل اختيامس الديتيامس لافيير لالومينوثيرابي، هذه الآليات تساهم في الدعم النفسي وفي تسهيل عملية العلاج لمختلف الاضطرابات العقلية ومن بينها اضطرابات الإدمان الوسواس القهري الاكتئاب. كما ستستفيد بلدية دار البيضاء بمستشفى يسع إلى 140 سرير. وقد لاحظنا أنه فعلا هناك تنظيم، كما الرقمنة أخذت مسارها الطبيعي في هذه العيادة، وزرنا بعد ذلك ودشلنا مستشفى نقول بتقريبا 100 سرير لخاص بالأمراض النفسية والعقلية. وفيما يخص توفير الأدوية للمرضى على المستوى الوطني، هناك تغطية 94% من الحاجيات الوطنية للأدوية، منها أدوية خصصت لمرضى السرطان. هي مساعي حثيثة تبذل ضمانا لصحة المواطن. ويعد مركز مكافحة السرطان بأضرار من الهياكل الصحية الهامة التي تدعمت بها الولاية والمنطقة. هذا الصرح الصحي يوفر خدمات طبية متكاملة وبأجهزة طبية متخصصة ومتطورة. روبورتاج هواري كريم. مركز مكافحة السرطان بأضرار، هذا الصرح الطبي المتخصص الذي فتح أبوابه للمرضى الوافدين إليه من داخل وخارج الولاية يعتبر ركيزة أساسية في مكافحة مرض السرطان. والحمد لله زعما راني في هذا السبيطار قايمين بيا أكثر من لازم،
عم يجي الطب كل دقيقة يفوس علينا، كل دقيقة يدير لنا الدواء ثلاث خطرات في النهار. من ناحية الإطارة الطبية، لا من ناحية المرافق، لا من ناحية التجهيزات. أنا العملية نتاعي صارلي نديرها في التل فوق، ولكن الحمد لله بوجود التجهيزات ووجود الكوادر الطبية صارت أول مرة ندير هذه العملية هنا على مستوى ولاية أضرب. ولاية الصيف جيت على جال مرض السرطان هنايا في هذا المستشفى، الحمد لله يعني استقبل مليح وقايمين بينا ما شاء الله. لا نعمة، ما كنتش متوقعة يعني هكذا، كنت خايفة وكنت جاية وحدي، بصح الحمد لله ما شاء الله يعني ربي يبارك فيهم إن شاء الله قايمين بالواجب. العلاج بلا شيميوثيرابي نديروه هنا عندنا في المصلحه، وكي نسحقوا كومبليمون شيروجي ولا راديوثيرابي كاين المصالح الاخرى اللي راهي نخدموا معاهم اون كولابوراسيون. دوكا الحمد لله صديق الملاد تاعنا يقدر نقدروا نكفلوا به هنا في المركز من اللي يدخل حتى يكمل. بعد مرور سنوات من دخول مركز مكافحة السرطان بأضرار حيز الخدمة، مصالح متخصصة استحدثت مؤخرا تساهم في تقديم رعاية طبية شاملة للمرضى. عمليات الجراحية اللي نقوم بها في مركز مكافحة السرطان هي مرضى سرطان الثدي، سرطان القولون، سرطان الرحم، عنق الرحم. مصلحة العلاج بالأشعة حاليا تستقبل مرضى السرطان اللي موجهين من قبل الأطباء المعالجين لمصلحة العلاج من أجل تلقي العلاج بالأشعة. تجهيزات طبية جد متطورة وفرتها الدولة ضمانا لتقديم خدمات طبية متكاملة وتحقيق مستويات أفضل للرعاية الصحية للمريض. تحذير للطبعة الثالثة للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة الذي سينظم بالجزائر شهر ديسمبر المقبل، كشف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد خلال ندوة صحفية أن شعار الطبعة يركز على إعادة تصور إفريقيا بالذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن المؤتمر ستتخلله ورشات عمل وجلسات للنقاش وذلك بمشاركة خبراء ومستثمرين. المهدي وليد أكد أن التظاهرة تهدف إلى وضع استراتيجية إفريقية للذكاء الاصطناعي وتعزز التعاون الإفريقي في مجال تطوير المؤسسات الناشئة، كما سيتم تنظيم قمة إفريقية حول رأس مال المخاطر بالموازاة مع هذا الحدث الإفريقي الهام. يأتي تنظيم الطبعة الثالثة للمؤتمر الإفريقي لشركات الناشئة تجسيدا لرؤية السيد رئيس الجمهورية لجعل من الجزائر قطب إفريقي للشركات الناشئة وللتكنولوجيا. هذه الطبعة ستنظم تحت شعار إعادة تصور إفريقيا بالذكاء الاصطناعي، نريد حقيقة من خلال هذا المؤتمر تجسيد التعاون الإفريقي الإفريقي في مجال الشركات الناشئة وتوحيد الرؤية والتوجهات لمختلف الحكومات الإفريقية في مجال الذكاء الاصطناعي. سيشارك في هذه الطبعة 25,000 مشارك من مختلف دول إفريقية. تنطلق اليوم الطبعة 27 لصالون الجزائر الدولي للكتاب بمشاركة 1007 دور نشر من 40 بلدا منها قطر كضيف الشرف لتقديم آخر إصداراتها في مختلف المجالات. المتابعة لعبد الجبار بن يحيى. نقرأ لننتصر، هذه سينا في موعدها يتجدد اللقاء في الذكرى 70 للثورة. يتجمع الأدباء والمثقفون من ربوع العالم هنا في الجزائر. 1007 دور نشر من 40 دولة تشارك في هذا الاحتفاء الأدبي بأزيد من ربع مليون كتاب، فيه قطر ضيف الشرف. تفتح سينا النقاش عبر ندوات ولقاءات فكرية تتقدمها فضاء فلسطين تضامنا مع قضية الأمة، فهذا التزام دائم لا يحيد بين الجزائر وفلسطين وعن الإبادة في غزة. لم ننسى ما تعيشه فلسطين الشهيدة من إبادة جماعية من طرف العدو الصهيوني الغاشم، وسيشاركنا أدباء ومثقفون من غزة وفلسطين في هذا الصالون للحديث عن مقاومة هذا الشعب الأبي.
ولأن العمق الإفريقي جسر يصل بين شعوب القارة السمراء، تأتي اللقاءات لتحاكي الأحداث الآنية عن الصحراء الغربية كآخر مستعمرة في إفريقيا، عن أصوات من موريتانيا وإشعاع الثورة التحريرية في إفريقيا. تكشف سيلة كتابات حول نوفمبر وعن القيم الإنسانية عند الأمير عبد القادر، ويلتقي المجاهدون للحديث عن إرث الأجيال. تستضيف الجزائر نجوم الأدب من دول العالم للمشاركة في هذا الاحتفال. فيه تكون سيلة عنوانا للبوصلة الأدبية وجسرا للتلاقي. في ذكرى وعد بلفور المشؤوم، طالب سفير دولة فلسطين لدى الجزائر فايز أبو عيطة أمسية خلال ندوة صحفية بالعاصمة، طالب بالتعويض والاعتذار للشعب الفلسطيني عن كل ما تعرض له من معاناة وظلم تاريخية جراء هذا الوعد المشؤوم وما ترتب عنه من عدوان صهيوني في ظل صمت دولي مطبق. هذه حكاية الشعب الفلسطيني مع وعد بلفور الذي وللأسف الشديد ترتب عليه هذا الاحتلال للأراضي الفلسطينية وتهجير ونكبة الشعب الفلسطيني حتى اليوم. بل إن ما يحدث اليوم والذي سنعرج عليه بعد قليل في قطاع غزة وفي الضفة الغربية من حرب إبادة جماعية هي أيضا نتيجة طبيعية لوعد بلفور المشؤوم. في تطورات حرب الإبادة الوحشية على قطاع غزة، استشهد أمس 37 فلسطينيا وأصيب العشرات بينهم أطفال ونساء. التفاصيل مع مراسل التلفزيون الجزائري وسام أبو زيد. في ظل غياب فرق الدفاع المدني والأطقم الطبية في شمالي القطاع لخروجهما عن الخدمة، لا زال الفلسطينيون ينبشون بأيديهم عن الشهداء والمفقودين تحت الأنقاض، من بينهم هذا المنزل الذي قصف في بيت لاهيا شمال القطاع ليتمكنوا من انتشال هذه الطفلة من بين الركام بعد ساعات طويلة من البحث عن الناجين. نحاول نسعف، كنا بأيدينا دون أدنى مقومات للحياة البشرية، دون إسعافات، دون دفاع مدني، حتى عربة يجرها حمار لم يكن لدينا حتى ننقل الشهداء على المستشفى. فالمنزل كانت تتواجد فيه 4 عائلات لم ينجو منهم سوى 4 أفراد فقط، واستشهد أكثر من 20 فردا، ليكمل الجيران مهمتهم في إيجاد قبور جماعية لدفنهم مع بعضهم بعضا بعد أن عاشوا سويا لحظات الخوف والرعب والصمود في شمالي القطاع المحاصر لأكثر من شهر. طلعنا تقريبا بس أنا وكمان 4 أشخاص من هذا البيت، الباقي كله استشهد. كنا تقريبا 4 عيال 5 عيال، كل واحد مع اولاده واولاد صغار، يمكن فوق 5 أولاد صغار كانوا، 7 أولاد صغار كانوا في البيت، الباقي كله امهم وابوهم كله استشهد. يعني بدون ما يكون في اي واحد مقاوم، فيش اي حد يكون كنادنا. وهنا في مستشفيات وسط القطاع تعتصر قلوب الفلسطينيين الما ووجعا بعد مجازر أخرى ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي الساعات الماضية، والتي شن فيها عدة غارات على خيام تؤوي نازحين في مخيم النصيرات ودير البلح، لتمتلئ ثلاجات الموتى بجثامين عشرات الشهداء والمكلومين على فراق الأحبة. فمن مات في غزة قد نال الشهادة، ومن بقي على قيد الحياة سيبقى يروي قصصا مروعة عاشوها من شمالي القطاع حتى جنوبه، وستبقى تتداولها الأجيال الفلسطينية جيل بعد جيل. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. شرق أوسطيا دائما، وفي لبنان صعد الكيان الصهيوني عدوانه وكثف غاراته على الأراضي اللبنانية، خاصة الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وجنوب البلاد، مسفرا عن المزيد من الضحايا والدمار، حيث ارتقى خلال 24 ساعة الماضية أكثر من 16 شهيدا وأصيب العشرات. هذا وتسببت غارة جوية صهيونية بالقرب من مستشفى تبنين في قضاء بنت جبيل تسبب في أضرار جسيمة للمستشفى، مما أدى إلى إصابة عشرات الأشخاص.
ونختم بملف الانتخابات الرئاسية الأمريكية. اقترب السباق الرئاسي المحتدم بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس من خط النهاية التي يصعب توقعها، إذ توجه ملايين الأمريكيين لمراكز الاقتراع لاختيار رئيسهم 47. هذا وقد أشارت استطلاعات الرأي إلى تقارب شديد بين المرشحين في الولايات 7 المتأرجحة، ويحتاج أحد المرشحين إلى 270 صوتا في المجمع الانتخابي ليصبح رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. بهذا مشاهدينا نطوي معكم أوراق هذه النشرة، قدمناها لكم من الإخبارية الجزائرية. نشكر لكم طيب المتابعة، دمتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.